السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الإفريقي. الموضوع هي مهم جدا، ماذا بينا اللي باش يسمع من الاول للاخر باش نبداو متفاهمين. ثم برشا حاجات في النادي الإفريقي بعد المقابلة متاع ريفيرز باش نقفوا عليها، واللي هي حاجات رسمية واضحة وما فيهاش حتى نقاش. أول حاجة اللي معناها كل فريق كبير لازم باش تصير له هزيمة، وعادي باش تصير له هزيمة خاطر مانشستر سيتي انهزم وغيره وغيره. باه هذايا مش علة، وأنا ما عمري ما نخلق الأسباب للنادي الإفريقي وإلا الفريق أنا نتكلم عليه، نخلق الأسباب ونقول ميسالش كي يخسر. لا مش ميسالش، ولكن تصير الهزيمة في جملة معناها باركور كامل نتاع عام، معناها تنجم تصير فيهم هزيمة ولا اثنين عادي جدا، تنجم تصير للفرق الكل. مانشستر سيتي وصل انهزم زوز مقابلات، دونك الهزيمة اللي خسرناها ضد ريفيرز يونايتد ثم سخانة، ما ننكروش ثم سخانة، الطقس سخون والملاعبية لاحظنا فيهم الإرهاق. ملاعبية نيجيريا استانسوا، هو صيف عندهم، هم استانسوا معناها عندهم توا 4 شهور صيف، استانسوا ماخذين الهف اللي الدنيا سخونة. بون تفهمي، احنا جاو من الشتاء تاع تونس خرجوا يقول واحد في الصيف، صارت لهم كل شوك صغيرة، راهو نجموا نعذروهم في الحالة هذه، أمور علمية موجودة وتصير، وما نتصورش سعيد سايب يشلق بها الحكاية هذه، ما هو احنا نمشيو بالرعوانية. به هذا موضوع نبداو به. الموضوع الثاني، سعيد السابي على عيننا وراسنا، مادام الهيئه المديره اختارت باش يواصل سعيد السابي، احنا ما علينا كان نسكتوا ونمشيوا في الخط هذاك، اما نفهموا نحاولوا نفهموا الجماهير اللي راهي ثم الكره هك وهك وهك. به الخطه التكتيكيه اللي قاعد يلعب بها سعيد السابي اللي لعب بها البارح، الخطه التكتيكيه هذيك بصراحه راهي خطه ضحك. باهي باش نحكيكم علاش، ثم ناس ما يفهموش في الكورة، معناها نفسروا لهم بالعبارة معناها إنسان تعلم فيه كيفاش يعمل فيه كونترول. باهي الكليب أفريكا البارح رانا لعبنا بطريقة 4-2-4، شفتوا الخطة متاع 4-2-4، راهي ما عمرها ما كانت خطة متاع مدرب قوي، راهو مدرب قوي ومدرب يفهم كورة، ما عمره ما يعمل خطة 4-2-4. دليل ثم ناس مذهبية اللي يناقشوني، راي الناس اللي تفهم في الخطط التكتيكية، وكان ثم مدربين مرحبا بيه ويعرف اللي أنا صحيح، ما غير ما نناقشوا برشا في الموضوع هذا. به الخطة تتبنى على شنو هي؟ شنو هي؟ ساعات تسمع 4-4-2 5-3-2 3-2-5، بكل معناها الخطط تسمع بهم الخطط هذم. الخطة راهي هي يطبقها اللاعب، ماهيش راهو المدرب كيقول 4-4-2 معناها راهو صحيح. الملاعبي اللي في وسط التيران، الميتريز نتاعو دو بالون، طريقة اللعب نتاعو هي اللي تخلينا نقولوا يا ندرا الخطة هذه اللي تحكي فيها أنت في الانترفيو يا مدرب الكلوب ولا مدرب ترجي ولا أي مدرب، يا ندرا أنت صحيح ولا غلط، أنا نعمل في محاضرة بيكم باور ما يعملهاش. دونك أنت وقت اللي تلعب لي بيكورو ومعاه معاها احمد خليل، زوز فكاكه لا اكثر لا اقل، به زوز فكاكه بعدهم، انت ماشي في بالك تلعب كي خرجت شهاب العبيدي، ماشي في بالك كي هبط العرفاوي نفس البروفيل ومش يعطيك نفس الروندمون. هذه يلزمها مدرب كبير ياسر، هذه يلزمها مدرب نابغه، معناها والا اختاك ولا لعب سامبل. شنو معناها يلزمها مدرب نابغه؟ شهاب العبيدي احنا نعرفوه المقصر يلعب ان روجيسور، المقصر يلعب ان رولير، معناه يلعب واقف شويه في وسط ما يجريش. العرفاوي واصرار في والمزيان يجري ويحبوا ديما القدام، بصراحه نحكيو كورجيه راهم ثلاثه، راهو العرفاوي اصرار في المزيان كورجيه، اما اعطيني واحد فيهم تنجم تعمل عليه في الوسط، ما شلقش به المدرب علاش الله اعلم، نورمال يشلق، علاش ما شلقش اللي العرفاوي كورجي كبير صحيح، اما راهو ما ينجمش يلعب لك صنع العاب فيكس، ما يلعبش فيكس هكاك، ما يلعبش، يلعب ديما يحب يقدم، معناها يلعب كيما نقولوا احنا الطريقه نتاع اللعب كيما رودريغو كيما فينيسيوس جونيور، هكا الطريقه هذيك ديما يحب يجري، معناها ديما يحب يجري ما يحبش يقف، ما يحبش، ثم جوالات يحبوا الوقفه يلعبوا واقفين كيما شهاب العبيدي كيما وسام يحيى كيما شكون الغايث الصغير، غايث الصغير سي بون تعمل عليك صار العاب. بينما الخطة اللي انت هبطت بها ماشي في بالك 4-3-3 واللي هي احسن خطة تتماشى مع النادي الافريقي الحالي، احسن خطة تتماشى معانا هي 4-3-3 اللي ناجحة معانا، معناه اللي لعبنا احنا 4-3-3 ناجحة الامور. دونك علاش نغير انا، علاش نعمل في شونجمون ونحب نلعب 4-2-4؟ باه هو سعيد السايبي راهو في مخه، انا ناكد لكم في مخه ماهوش يحب يلعب 4-2-4، هو في مخه 4-3-3 بالعرفاوي، معناها كومكار عرفاوي وسط ميدان،
ولكن براتيكمون فوق التيران ما تمشي لكش الخطه هذه بملعبيه كيما صرارفي وكيما المزياني وكيما رشيد العرفاوي، هذوما ثلاثه يلزم ديما واحد فيهم فعال البنك عايش خويا، راه هذوما ما يجوش مع بعضهم الثلاثه ما تنجحش، ما تنجحش الامور، ما تجيش ثلاثه اجنحه ومعاهم قلب هجوم اللي هو كينغسلي ايدو كيتخرج ايدو تهبط العبيدي، يعني اربعه في الهجوم وين صارت هذه؟ في بالك انت تو الفريق اللي يحب يسيطر معناها يحط اكثر مهاجمين، واللي في تغرب في اخر المقابله يزيد يخرج غيث الزعلول، وشكون يهبط؟ يهبط يعني يهبط مهاجم اللي هو ادم قرب وجناح، يعني ولينا نلعبوا اربعه اثنين يعني شيء كبير، مش ثلاثه اثنين خمسه، معناها خطه ثلاثه اثنين خمسه ما عمري ما ريتها انا في تاريخ كره القدم، نعرف خمسه ثلاثه اثنين، نعرف ثلاثه خمسه اثنين، اما ثلاثه اثنين خمسه بصراحه ما عمري ما ريت، هذه ريتها تعرف وقتهاش تصير؟ تصير وقت اللي في اللحظات الاخيره فريق يلعب على دور نهائي مازالوا في الوقت الضايع، ثم وصلنا للوقت الضايع جات ركنيه للفريق الخاسر، الجارديا والدنيا كلها يهبط، وقتها تولي 3 2 5 اعمل اللي يظهر لك وقت تحطهمش 10 في الهجوم برا مش مشكل، اما خويا عايش خويا يلزمك توازن راهي في لعبه كره القدم، راه نحكي مع الناس الصحاح نتاع الكره الدماد نتاع الكره، ويمكن ياسر تونس اخي فيها هي دماد نتاع الكره في كره القدم، باش انا نفهم نفهم وناس ما تفهمش معناها حاشا الجمهور، انا نحكي على الناس اللي حاسبين رواحهم مدربين وماخذ ليسونس بتروا معناها ماخذ شهاده ثالثه في التدريب ومش عارف شنية يشهق طارق ثابت من غاديك يزلط مع الترجي، بن يونس ما تفهمش منه ليتوال كيفاش تكور تلعب على شوطه دز تخطف ليتوال يلعبوا اجريسيف لاكثر الاقل، الكليب افريكا فريق فيه نجوم وكورجيه وكل مره نلقاو خط وكل مره نلقاو ملاعبي اللي في بال نخمو فيه باش يكور رومبلاسون واللي ماذا بينا رومبلاسون نلقاو تيتولير، كيفاش تو هكا؟ تو كيفاش هكا؟ تو هذا هل يعقل هذا وتحبونا نقدموا بالكلوب وتحبونا نمشيو لقدام هكا تو؟ هذا هو معناها انا واحد من الناس كي نراه الخطه التكتيكيه نتاع النادي الافريقي بالطريقه هذه راهو ما عمرنا ما ننجحوا، دونك نصيحه ليك يا خويا سعيد السابي وراهو نصيحه هذيا مادامني انا كلوبيستي راهو نصيحه للكلوب، نحب الكلوب تنجح وراهو مش نحب الكلوب تنجح معناها رانا ماناش باش نخسروا، تي مثال جات في خساره هذه راهي ما غلطتنيش انا بما ان ما زلنا في المرتبه الاولى، على فكره فريق دريمز الغاني انتصر على فريق اكاديميكا بنتيجه 3-2، النتيجه هذه باش تحطوا في بالكم الكلوب كل راهو فريق هذايا اكاديميكا الناس الكل مش تربح واضحه الحكايه ولا باه الفرق الكل باش ياخذ 6 بوان الكلنا 6 بوان سي بون مريكلين الكلنا 6 بوان بالبريفيرز بدريمز الكلنا 6 بوان الكلوب دريمز ريفيرز الكلنا 6 بوان تويك ومش ناخذوهم من الاكاديميك تفهم دونك الكلوب مازالونا عندنا 3 نقاط باش ناخذوهم من عند اكاديميك نفترضوا خذينا 3 بوان الاخرين ولينا 9 بوان باه النوف بوان هذوما الحاجه الباهيه اللي احنا فايتين الفريق الغاني بفارق الاهداف وهذه حاجه باهيه، دريمز ربحناها مثلين بلاش وزيد دريمز ربح اكاديميكا واحد بلاش 3-2 يعني بفارق واحد واحنا ربحنا اكاديميكا 3-1 يعني بفارق اثنين، هذه في اخر المجموعه وقت الترشح الجوله الاخرى مش تكون فارقه وفارقه كبيره برشا باش تكون في صالح النادي الافريقي ان شاء الله، النادي الافريقي سعيد السابي قال تهنا وراي الكلوب بترشح، لا يا سعيد ماهيش مشكلتها الكلوب ترشح ولا ما ترشحش، في بالنا مش ترشحوا، كان عادة ما ترشحوش في مجموعات كيما هكا، مالناش باش نعملوا، ايش باش نعملوا؟ ما نبطلوا ما عادش نلعبوا كرة قدم جملة، ما عادش نلعبوا على التتويجات معناها يمو الكلوب رانا ما ادراك من النادي الافريقي رانا اختصاص تتويجات، يعطينا قدرنا خويا نحبوا نهزوا نحبوا نفوزوا بالتيتروات، نفوزوا بالتيتروات بخطة تكتيكية صحيحة، يا رب شو نقولها لك من الاخر سعيد، الخطة نتاعك راهي تتبدل الخطط بالملاعبية يا خويا افهمها راهي الخطة ملاعبية راهي الخطة ماهيش ارقام مش 4-4-2 معنى هذه شكون يقولها لا يقولها حاتم طرابلسي ولا يقولها طارق دياب هذه يقولها بيكنباور يقولها معناها فينجر يقولها غوارديولا يقولها الناس بالرسمي معناها مواهب مش ما يقولهاش اي واحد معناها على خاطر كي يقول لك انا الخطه راهي هذه اول مره تخرج راهو كان يحطوها معناها في القاموس يلقاها اول مره تخرج الخطه راهي ملاعبيه معمرها ما كانت ارقام هذه حطوها قاعده معناها كيفاش معناها الملاعبي البروفيل نتاعو يجي بالخطه هذيك ثم ملاعبي البروفيل نتاعو ما ينجحش بالخطط اللي تخمم فيها انت يا مدرب ما ينجحش
تحط لي انت رشيد العرفي وتقول له العب صانع العاب، تلقاه القدام على خاطره بالسينس يلعب جناح، بالسينس يجري. يعني فسرت هذه ما فسرتش برشا. كي تحط شهاب العبيدي تقول له العب خطه 4 2 4 ما تنجح لك، شطو يرجع لك شهاب العبيدي ستاتيك مو يرجع للوسط وتولي الخطه بتاعك 4 3 2 3. وهذه الخطه اللي تنجح حاليا في النادي الافريقي. لا طارت لا طارت تحب تلعب خارج الميدان خويا ما تحقرش المنافسين، تنجم تلعب خطه 5 3 2، مش لازم راه كل ملاعب يزمك تلعبوا، راه تنجم تستغنى مره على المزياني مره على اسرار في مره على ايدو عادي. راه خطه 5 3 2 خارج الميدان هي الخطه الاصليه. يعني تحط ثلاثه في اللاكس اللي هما الثلاثه لاكسيو، تحط كما قلنا العمراني والشريفي واسكندر العبيدي ولا رامي البدوي، اريا دروا غيث الزعلوني، اريا رقوش محمد امين الحمروني، في الوسط الميدان تحط احمد خليل، تحط معاه شهاب العبيدي وتحط معاه وسام يحيى. الزوز مهاجمين اللي هما معناها ديما مبينين واضحين مهاجمين معناها 100% اللي هما كما قلنا معناتها طيب المزياني ومعاه كينغسلي ايدو. شوف قداش عندك من ملاعب ربحته في البنك وينجم يلعب اساسي راه في نفس الوقت. يعني كينغسلي ايدو يبقى ديما هو قلب الهجوم، ولكن في ثلاثه ملاعبيه كبار اللي هما معناها كلهم يستحقوا اساسيين، المزياني وصرارفي وحمدي العبيدي وزيد عليهم من الفاوي 4 ملاعبيه، وغايث الصغير جايك في الثنين 5 ملاعبيه تحطهم احتياطيين يولي عندك بنك عالمي في الشوط الثاني، تكون باتي اي فريق وتربحه، اي فريق تربحه في الشوط الثاني. فهمت؟ يعني التكتيك التكتيك خويا التكتيك، وينك وينك التكتيك يا سعيد؟ التكتيك راهو الكليب راهي مش تمشي في العفس، كان مش نبقاو هكا، راهو كان مش نبقاو نلعبوا معناها اوزار وبالصدفه راني مشينا فيها. راه مش معقول، راه مش معقول الشيء اللي قاعد نرى فيه، مش معقول 4 2 4 شيء يدوخ، راهو شيء ما يتصدقش. ومعناها هذايا مانيش راهو مطالبين جمهور الكلوب مطالبين باش نمشيو لقدام، مانيش مطالبين باش نشدوا في المدرب، خاطر عندنا المقابله الجايه ضد النجم الساحلي، مقابله هامه برشا. ومش باش نقول لكم انا موضوع هام وهام جدا، اش حكينا احنا؟ مش قلنا راهي كاس الكونفدراليه فيها 4 فرق اللي هما باش يتنافسوا عليها 100% والباقي كل شكاره والبحر. الفرق هذه قاعدة تثبت في الوجود متاحة في كرة القدم الإفريقية واضحة وما فيهاش نقاش. مش نجيو احنا الكليب اللي عندنا سنوات ما شاركناش مش نوليو احنا الفافوري رقم واحد، نحطوا ساقينا على القاعة، نحطوا ساقينا على القاعة ونفاجئوا الفرق هذه. مش هما باش يفاجئونا، هما تاريخهم الخمس سنوات الأخرى معاهم، التاريخ معاهم، مش نحكيكم بالتفصيل. بالنسبة لنهضة بركان، نهضة بركان أكثر فريق معناها المواظب على كأس الاتحاد الإفريقي، تحصل على كاس مرتين، وصل للفينال مره، وديما متواجد في الدور نصف النهائي ولا في النهائي. يعني فريق اختصاصه كاس الاتحاد الافريقي كيما النادي الصفاقسي اكل عام كان تفكروا. يعني فريق ماخذ الهف على كاس الاتحاد الافريقي، ما نجيش انا نقول راني انا فافوري على الفريق هذاك حتى ولو اسم النادي الافريقي، حتى ولو التاريخ متاعي كبير، ما نقولش راني فافوري على الفريق هذاك. الدليل نهضة بركان 3 مقابلات 3 انتصارات، يتصدر المجموعه نتاعو ب9 نقاط. نهضة بركان عالي ولابس نازل عليها على بعضها او كمريكل بالخبره بالامورهم راكحه. الفريق الثاني اللي هو طولون دي تيتر اتحاد العاصمه، عمناول اتحاد العاصمه فاز بكاس الاتحاد الافريقي. اثناء اتحاد العاصمه ينتصر في 3 مقابلات، يعني اتحاد العاصمه من الفرق اللي قادره باش تفوز بالكاس هذه، فافوري اكثر مننا احنا. يلزمنا احنا نفاجئوه، مش اتحاد العاصمه هو اللي باش يفاجئنا، واضح ظهر لي. باش نبداو متفاهمين، حطوها في مخاخكم. انت جايب لي معد ذهني، المعد الذهني يقرا الامور هذه الساعه، قريها لهم يا معد ذهني، ولا هاني انا نقريك وانت كمل قري لهم. راهو مش احنا الفافوري على الفرقه هذه، هما الفافوري واحنا باش نفاجئوهم، واضح ظهر لي. حتى ولو اسمنا النادي الافريقي. الفريق الثالث فافوري زاد اللي هو الزمالك المصري. الزمالك علاش فافوري؟ على خاطر الزمالك المصري كيف كيف وقت اللي احنا ما كناش نشاركوا في كاس الكؤوس الافريقيه السنوات هذه الاخرى، الزمالك شارك شوي وريش شوي ريش شوي، وديجا فازوا مره بكاس الاتحاد الافريقي نتفكرها عندها 4 سنوات ولا 5، فازوا معناها دخلوا في دوري ابطال افريقيا، شاركوا من حصلوا. الزمالك يشبه لنا نسبيا، يشبه للنادي الافريقي نسبيا، ولكن الزمالك خذا 9 نقاط نتاعو، زاد اتحاد العاصمه 9 نقاط، الزمالك 9 نقاط. المرشح الرابع شكون؟ المرشح الرابع النادي الافريقي. النادي الافريقي
مريقلين 6 بوان ما خديناش 9 بوان. جانا فريق محترم، الفريق محترم نسبيا، ماهوش فريق كبير، وما نبداوش نحلوا له في الصوره نتاعو اللي هو فريق، لا فريق عادي، فريق عادي وعادي جدا ريفيرز هذا. ولكن الفريق الرابع كما قلنا النادي الافريقي ككاليتي نتاع ملاعبيه عندنا ملاعبيه كبار، كفنيات عندنا فنيات ممتازه. شنو المطلوب من النادي الافريقي؟ مطلوب يجيب الفرص، قاعدين نجيبوا في الفرص، كل فريق يجيب في الفرص وما يحيرش، راهو الفريق هذاك راهو فريق قادر باش تعمل عليه في قادم الجولات. النادي الافريقي من اكثر الفرق واحسن الفرق كميتريز دي بالون ككورجيه هو في النادي الافريقي، اكثر من الزمالك واكثر من بركان واكثر من العاصمه. ولكن هذا من الفرق الثلاثه يفوتونا بالخبره في الكؤوس الافريقيه، لذلك نلعبوا احنا باش نكونوا باش نفاجئوهم، ما نحاولوش احنا نكونوا البطل المنتظر بالكلام. ردوا بالكم راهو الكلام الناس كل تحكي، ولكن في الفعل يلزمك تكون ديسبونيبل لجورجي. هذا بالنسبه للنادي الافريقي، وهذا بالنسبه للمطلوب منا باش احنا نفوزوا بهكاس الاتحاد الافريقي وباش نخرجوا من المجموعه نتاعنا سلامات. المجموعه نتاعنا حاليا عندنا اسبقيه بالحسابات، اسبقيه باهيه. اذا كان ننتصر على ريفيرز في تونس رانا ترشحنا، صحيح. اذا كان نوصل نترشح على ريفيرز يونايتد النيجيري احسبونا ترشحنا مريقلين على خاطر الفريق الغالي منتصر عليه 2 بلاش. كيفاش نلعبوا له في غانا ما نتصورش باش يفوتنا اكثر من نتيجه 2 بلاش، حتى كان مش يوصل ينتصر علينا نعملوا مقابله سيئه كيما عملناها ضد ريفيرز راهو تطلع 2-1 بلاش، دونك مقبوله الحكايه. بالنسبه لل انا وقت اللي عملت تشالنج قلت لكم راهو يا جمهور الكليب افريكا انا واحد من الناس نتيجه 1-1 ترضيني، خاطر كنت خايف نشك، ما نجمش نقول راني نهزم واحد بلاش ولا حاجه ما تجيش، قلت نتيجه واحد بلاش تعادل 1-1 ترضيني. جمهور الكليب كلهم وانا نعذرهم ومعاهم وهذه حاجه طبيعيه، ما جمهور الكليب يحبوا ديما يبعثوا التفائل وكل شيء، ما نجمش يقول لك باش نهزموا، قليل باش واحد يقول لك باش نهزموا، ما نجمش. انا زاد المره هذه يمكن كنت انا من اقرب النتائج اللي قلتها نتيجه 1-1 معناها طلعنا الشالنج نتاعي قريب شوي، ولكن كلنا بلاسك كلنا نتفكر ثم واحد من محبي الافريقي قال لي راهو ممكن نهزم واحد بلاش وكان عملنا تعادل نسموا نتيجه به، ثم واحد قالها صحيح، بعث كومونتير يفكرني في روحه كان يتفرج فيا معناه. هذا معناه ختاما نقول لكم راي الكلوب جمعيه كورجيه، المدرب يصلح شوي من اخطائه بقدره الله ثم كان الخير مع النادي الافريقي، وان شاء الله المقابله الجايه اللي باش نلعبوها ضد ريفيرز ان شاء الله تكون سيطره مطلقه وننتصروا عليهم ونترشحوا بالمقابله هذه اللي باش تصير في تونس. تنحيوا على رواحكم الضغط، الضغط هو راه مش باهي، تلعبوا كره قدم والكلوب كره قدم اللي عندنا كره قدم الجميله هذيك باذن الله نترشحوا. والسلام عليكم، وختاما نقول لكم فيفا فرزا سيار.